قد ايه قيمة الأراضي اللي بتملكها أستاذ جورج؟ اعتداء خارجي الإمارات والسعودية على اليمن؟ اعتداء أكيد في اعتداء. والله مش عارف يعني، أنا اشتريت أراضي بيني وبينك ما ب... ما ب... ما ما بخفي عليكي، أول ما بدأت عملي كنت كل ما هيك توفر عندي شوية مصاري كنت اشتري أراضي، واشتري أراضي بلبنان يعني، واشتريت حتى بفرنسا. بقى الحمد لله يعني بيطلع مجموع شي 200 مليون دولار. دولار اسم الله. شو رأيك؟ مبروك يا احلى شاب بالعالم. رحمه بس دمه خفيف.